اهلا وسهلا، ازي حضرتك ازاي؟ احمد، الو، المشهد اللي انا شايفه ده ازاي؟ في حد ممكن يدخل في مجموعة من التلاميذ واقفين عاملين اعتصام او احتجاج بالشكل ده؟ والله حضرتك يا استاذ وائل، احنا كنا واقفين في منتهى السلميه خالص، مفيش حد فينا يعني، كل اللي كان الموجود كان يتفاد بس مش اكتر. بعد كده وكنا عاملين صف قدام عشان العربيات اللي جايه بننشدهم ان هم يخشوا من الملف. فجه السواق ده حضرتك علينا احنا واقفين، طلب ان هو يعدي، فقلنا له بذوق باحترام جدا الف من الملف عشان في ناس وفي بنات وفي مظاهره ومش هينفع تعدي. فزعق طبعا في الشباب اللي واقفين، ضاع فيهم وقال انا اخش، لا هخش، وقام داخل بالعافيه واحده واحده زي ما حضرتك شايف. اما الناس وقفت قدامه دخل وزود في السرعه وداس كل اللي قدامه. طيب، حسين خالد من الطلاب المصابين يقول لنا اصيب ازاي. يا حسين، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين، انا انت من الذين دهسوا في المشهد اللي احنا شايفينه؟ ايوه انا حضرتك، عندي كدمات في العضله الضامه بسبب الدهس دوت. انتوا ايه انا شايف اهو الميكروباص داخل عليكم. انا قلت هيتوقف، يعني هيلاقي فيه طلبه كده فهيتوقف ويرجع تاني للخلف يعني. لا، واحنا برضه توقعنا كده، احنا رجعنا تريلا واكتر من حاجه، تريلا كامله رجعناها ورا، انما هو على ما اظن يعني هو داخل فينا كده عشان باني كان متعاطف حاجه، او على كان عاوز يفرقنا، وفي حاجه يعني حصلت، اصل ما يعملش كده واحد عاقل. انا اهو شايف الكتله دي، ثبت كده يا استاذ. انا شايف كتله من الطلاب عليها، في ناس في قول لي كم مصاب. يعني على ما اظن في ناس كتير اصابت بجراحات بالغه، 3 عربيات اسعاف وصلوا، اكتر يعني من 6 او 7 طلاب، منهم طبعا بنات وصبيان، اصيبوا بجراحات بالغه جدا، يعني يمكن اكتر من اللي انا فيه كمان. وبعد كده طبعا هو تمكن من الهروب، محدش ده اللي احنا نعرفه، او ممكن يكون يعني هنحاول نتأكد تم القبض عليه ولا لا. ال 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 ما لا ده دي ما حدش يعرفها. لا طيب، يا حسين، انتوا لكم مطالب. ايوه طبعا احنا لنا مطالب، ان القرار ده يتلغي اكيد يعني، وان الراجل ده لازم يجي عشان يعني، وبلغنا بنمرة العربية من بعد التليفونات اللي صورت يعني المشهد، في تليفونات تانية ومشاهد يعني اكتر من اللي حضرتك جبتها دي، صورت المشهد وصورت نمر العربية وكده. طيب، لو عندكم يعني ده اللي تمكنا من ان احنا ننفرد بيه، لو عندكم مشاهد تانية نشوفها، لكن المشهد عموما معبر عن نفسه، يعني لا يحتاج لاستكمال. انا شايف سيبنا الطلبة والطالبات وأولياء اهو، دي الأمور زاوية كمان تانية حضرتك. اهو بنشوف اهو، شايفين الدهس الجماعي لتلاميذ يحتجون من اجل مستقبلهم. سبناهم احنا للحمقى وسبناهم للمتهورين والمندفعين، مفيش مسؤول قال لما اتعامل معاهم زي ولادي واشوف الطلبة عايزين ايه واشوف مطالبهم ايه وازاي هيتم نقلهم لمدرسة تانية اقل، واحاول احل لهم المشكلة او اطمنهم او ما اسيبهمش في الشارع كده يعني عرضة لكل متهور. أستاذة أماني، والدة الطالبة سلسبيل. أستاذة أماني، أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذ وائل، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي، أهلا بيكي. بنتك كانت في المشهد ده؟ أيوة أستاذ وائل، احنا واقفين في الشارع بقالنا يومين اتنين ولا حد سائل فينا، ولا مسؤول راضي ان هو تعنت وتعالي ومسؤولين قاعدين على الكراسي. انا مش عارفة الناس دي بتيجي منين وبتعمل ايه في طلابنا، ما اناش عارفة. يومين اتنين يا استاذ وائل واقفين في الشارع، امبارح والنهارده، امبارح والنهارده، انتوا عشان ايه؟ المشكلة انه عايزين ينقلوا ولادكم من المشكلة مدرسة يا لمدرسة استاذ تانية. وائل مش مسألة مدرسة اقل ولا اكتر، المشكلة مسألة امان. المدرسة مدرسة مشتركة وثانوي، واخدينها المدرسة دلوقتي منشوءة من حاجة و70، اللي كانت منحة أمريكية، المباني نفسها أنشئت على أساس إنها مدرسة مشتركة، في فاصل بين الولاد وبين البنات، دورات المياه، التقسيم الهندسي نفسه للمبنى،
وكاله الوزاره ضربه ده كله بعرض الحائط، وجايه تاخد الولاد والبنات وتحطهم في منطقه شعبيه معروفه على مستوى الغربيه يعني المستوى الاجتماعي والثقافي اللي فيها، مش هقدر اتكلم اكتر من كده. منطقه يعني انتوا خايفين على اولادكم فيها؟ طبعا منطقه مقطوعه يا فندم، اودي فيها بنت ازاي تمشي على رجلها؟ وعمرها ما هتوصل للمدرسه، عمرها ما هتوصل. منطقة نائية ومنطقة فيها المتشردين كتير، وهي منطقة كده ازاي طيب الاطفال انتوا بتدخلوهم بميكروباصات، ومدرسة هي لغات بقالها 3 سنين، اشمعنى دلوقتي اتعملت خلاص اتقسمت التورتة ان ناخد الغلابة اللي هم الحكومة اللي هم طيب. وما فيش مسؤول بدلا من ان يقف الى جانبكم او تعالوا؟ حاولنا كتير، وكيلة الوزارة متعنتة، وكيلة الوزارة منتهى الكبر ومنتهى الغباء، منتهى الكبر ومنتهى التعنت، تقول انا ما باخدش قرار وارجع فيه. يعني ايه ما بتاخديش قرار وترجع فيه؟ حاولنا قابلناها كذا طيب مره. طيب قولي لي بقى المشهد ده ازاي عملية الدهس ده؟ ايه اسيب اولادنا كده للحمقى والمتهورين كده؟ احنا امبارح يا فندم الطلبه والطالبات ما عملوش مظاهرات، الطلبه والطالبات وقفوا في مدارسهم وفصلهم، واحنا اولياء الامور اللي وقفنا بره، خدت بال حضرتك؟ ووقفنا وقفه احتجاجيه واحترمنا القيادات كلها، الشرطه والامن المركزي، وقالوا لنا يا جماعه روحهم وبكره هيطلع القرار بالغاء القرار بتاع وكيله الوزاره. احترمنا الناس وصدقناهم ومشينا، على ان قلنا لهم هنيجي بكره ونستنى القرار. الولاد ما رضيوش يخشوا المدرسه وقالوا لا هنستنى، بيضحكوا علينا وبيمدونا وخلاص. كان الموظفين التانيين جايين فعلا عشان يمضوا امبارح. كلميني عن عمليه الدهس ده، انت كنت واقفه مع بنتك؟ كنت واقفه ومع بنتي ومع البنات، واقفين بيقولوا ايه لهم نشطاء سياسيين ولا بيتكلموا في السياسه، بيقولوا عايزين مدرستنا عايزين مدرستنا، طلبه وبنات، دول مجموعه ودول مجموعه، ومنتهى الاحترام، وشباب يفرح وبنات تفرح، واحنا اولياء الامور واقفين حواليهم. بصينا اتفاجئنا بالعربيه داخله تدهس الولاد والبنات، داخله من انا مش عارفه دي جت منين، وازاي عدت الطريق ده كله، وعربيه الشرطه واقفه ولا حد استوقفها، والبوكسات بتعمل ايه، والضباط اللي حوالينا كانوا فين وبيعملوا ايه، ما وقفتش ازاي ما فيش ولا عسكري حتى توقفها، ازاي وهم واقفين بيعملوا بيتفرجوا علينا، ولا واقفين امبارح كانوا محترمين جدا مع النهارده فرقونا بالقوه يا استاذ وائل. اولياء امور انضربت قدام عيني في المدرعه، وبقول لضابط المباحث بقول له ده بينضرب ليه؟ يقول لي ما فيش حد بينضرب. اقول له اهو ده بينضرب ليه؟ يقول لي ما فيش حد بينضرب. اولياء الامور انضربت ولغايه دلوقتي بايتين في امن الدوله. ليه؟ احنا لا بنقول سياسه ولا لنا في اي حاجه، احنا بنقول مدرسه ولادنا ما تطلعهاش منهم. لا مين اللي الغطام الامن قبض على طلبه؟ قبضوا على مدرسين واولياء امور وطلبه، وما زالوا لغايه دلوقتي في امن الدوله يا فندم، في امن الدوله، علشان ليهم مطلب واحد ملهوش تاني، مدرستنا عايزينها. وبعدين دي المدرسه اساسا معونه امريكيه، ولسه مصروف عليها من 3 سنين بالظبط، ترميم من البنك الدولي. ازاي ايه اللي بيحصل؟ ما اناش عارفه ايه اللي بيحصل، ايه الفساد ده في الاداره طيب. دي وكانت النتيجه يعني زي ما احنا شايفين، انه اي مصابين يا فندم، اي متهور مصابين. اي مندفع منهم شاب كسر في العمود الفقري، وغير غير الكسور غير التربنه، وما اعرفش. انا حاولت اروح المستشفى واشوف الموضوع تايه، وفي الاخر احنا اللي بقينا متهمين، اولياء الامور هم اللي بقينا متهمين. وليه يا فندم في الوقت ده حصل البلبله دي؟ احنا فين من اول السنه؟ ليه في طيب احنا من شويه يحصل النقل ويحصل الدربكه دي يا فندم؟ ليه في حد في الدنيا ياخد قرار بنقل طلبه من مدرسه لمدرسه قبل امتحانات الترم بشهر يا فندم؟ في حد عاقل مسؤول في الدنيا يعمل كده؟ ايه الغرض؟ لا يحدث ذلك الا في مصر. انت في إيه مصر، ايه الغرض يا فندم؟ ايه الغرض في ايام انتخابات؟ هما مش عايزين البلد تمشي، يا فندم. طيب في محاربه صح،
في ناس مش عايزة البلد تمشي، في ناس عايزة تكوم مشاكل، يعني حتى لا التوقيت مناسب ولا حتى يعني ناقشوا أولياء الأمور وقالوا لهم من شهرين ثلاثة كده إنه هننقل أولادكم، لا الصبح هننقلهم. وأي حد اللي عنده بنت عنده ابن هيخاف يوديه المنطقة دي والمنطقة بعيدة، يعني لا أنا حتى أهلت الناس ولا تناقشت معاهم، بالإضافة كمان لما احتجوا مش احتضنهم، لا اخبطوا دماغكم في الحيطة واسيبهم ضحية لأي أحمق أو أي متهور أو أي مندفع إنه يدوسهم ويدهسهم. فالبعض هيقولك أنتوا زعلانين ليه من إن كويتي دهس مصريا؟ المصري يدهس في الداخل، نعم الدهس في الداخل والدهس أيضا في الخارج، بنفعل هنا وانفعل هناك، لأنه لا أحد يمكن أن يتعامل مع حوادث من هذا النوع باستهانة أو بهدوء. اللي سمح أنه يسيب الطلبة عرضة لهذا الموقف وضحايا لمتهور أو مندفع أو أحمق، اللي ما احتضنهمش وما قال لهمش تعالوا وهنحاول نأجل شوية لغاية ما تأهلوا نفسكم أو نشوف حل،